اهلا بيكم مشاهدي اليوم السابع. احنا النهارده بعد عامين من لقائنا برمضان محمد ابراهيم في 2020 اللي اتشهر بقصه حياته على السوشيال ميديا. النهارده قابلناه في معرض القاهره الدولي للكتاب بيشارك بروايه جديده وكمان عنده موهبه رسم هنتعرف عليها من خلال حديثنا معاه النهارده. رمضان كلمني النهارده عن وجودك في المعرض، ازاي حصل وعملت ايه في حياتك من بعد 2020؟ من بعد 2020 ناس كتيره كانت مثلا تيجي تعاتبني، انت ليه ما بتطورش نفسك؟ انت هتفضل طول حياتك تالف كتب، طب المفروض يبقى معاك شهاده، مفيش مؤلف ما معوش شهاده. فانا قررت قلت التعليم ده ملوش كبير. انا صحيح عمري 33 سنه، حاليا 34 سنه في الوقت اللي انا خدت في شهاده محو الاميه. قلت ليه ما انتحكش بفصول محو الاميه واخد شهاده علشان يبقى طالب جامعي. فخدت فعلا بالفعل السنه اللي فاتت شهاده محو الاميه وانا عمري يتناسب 33 عاما. والسنة دي أول خطوة إيجابية كبيرة في حياتي إن أنا ألتحق بتعليم الكبار في الإعدادية فول إعدادي، يعني 34 سنة طالب فول إعدادي ما شاء الله. يعني مثلا أنا ناوي بإذن الله أخش كلية الآداب قسم لغة عربية، يعني مثلا ممكن على 50 سنة يكون معايا إيه بإذن الله الشهادة الجامعية. فدي أول خطوة لازم أحققها وأقول للناس إني متحدد توحد يقدر يعمل أي حاجة وعنده أفكار عظيمة. ابتديت في الرسم بقالي سنة عمال اشخبط. ايه قصة الرسمة بدأت معاك ازاي؟ يعني ورينا الاول كده بس الرسومات بتاعتك. الرسومات دي عبارة عن فن سريالي من مدرسة بيكاسو. ازاي اتعرفت على فنون ومجالات الرسم؟ من على جوجل ابتديت ابحث عن فن عوخ وبيكاسو واشوف السريالات بتاعتهم، وبعدين تعلمت المدرسة التكعيبية راح الفنان الكبير بيكاسو والفن، وعرفت بقى عن الفن ان الفن الرسم ده ضروري جدا في حياتنا. مش ان الواحد يشخبط ولا يعمل حاجات، لا، يعني في الفنانين الكبار اللي بيساهموا في حياتنا. يعني مثلا اي حاجه في الحياه قبل ما تخرج من الاختراع او مثلا من المصنع او تصنع كانت رسمه. العربيه كانت رسمه، العماره كانت رسمه. يعني مثلا الفن المعماري او الهندسه المعماريه في اللي بيعمل رسومات الحديد. انت بدات ازاي توصل للمستوى ده؟ ابتديت الاول كنت اشخبط كده، افضل اشخبط واتخيل واعمل. انت قلت لي قبل ما نبدا اللقاء ان انت كنت بتقعد جنب المدرسه وبتخلي ناس. كنت بقعد جنب المدرسه اتعلم من طلاب المدارس الاول القراءه والكتابه. اتعلمت القراءه والكتابه، واولياء امور المدرسه ربنا يبارك لهم كانوا اللي بتغسل الهدوم، اللي يجيب لي اكل. مرة فجأة ليه بيساعدني بفلوس؟ فقلت ليه ما اخدش كورس لغة عربية؟ خدت كورس لغة عربية من بلاغة لصرف لجنى لاخواتها. قرأت كتاب علمني الشعر. أنا كان عندي مملكة ملكة الشعر، بس الكتاب ده طورني في الشعر. اسمه الكافي في علم القوافي، اللي اتعلمت منه مستفعل فعل وبحور الشعر الرمال القصير الطويل. ما شاء الله. بعدين حتى الرواية ليها إيقاعات. حتى النغم يقعد. حاولت اعزف موسيقى قبل كده بالعافيه، عزفت كمان جنب وبحب الغنى كمان. قعدت بقالي 3 سنين بدرب نفسي على المقامات الصوتيه كده بصوتي، بحاول ايه عظيم والله ان انا اجيبها. مثلا حتى ايه نغمه حلوين من يومنا والله، او المقدمه الموسيقيه اللي بتقول دان 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 يعني فن متكاوي طبعا ان شاء الله. الجديد في الدواء ان انا بحضر الندوات، وان انا رسمت رسمه بتعبر عن الادب المقارن او المقرر اليوناني والمقارن، ولا مش عارف المقارن والادب المقارن العربي، وان ازاي مصر اسهمت في ترجمه اللغه اليونانيه العربيه، واليونان ازاي اسهمت في ترجمه الاعمال بتاعتها من اليونانيه العربيه. فانا عملت شكل اثنين كده، اثنين يعني عقليتين، مثلا العقل اليوناني والعقل العربي، وفي صراع بينهم في الفكر، ويحاولوا ان يكون في تواصل في الترجمه وفي تبادل الثقافات بينهم. حتى العجيب ان الناس ضحكت كل الناس اللي في الندوه النهارده، هم قاعدين
ورحت ايه بعد ما خلصت قلت له ممكن دقيقه. فواحد قال لي، واحد كان عارف ان انا عندي مشاكل نفسيه، فقال لي ممنوع. فالمهم طلعت الست الواحده يونانيه بتتكلم عربي، بس بتتكلم عربي حلو يعني. قالت اتفضل اتفضل بتتكلم عربي مكسر. قلت لهم بصوا انا عندي توحد وتعلمت وعملت كذا وكذا، وانا ما بعرفش اترجم اللغه اليونانيه بالعربي، لكن بترجم بالرسم يعني الترجمه بتاعتي وكل ده ما شاء الله. بالنسبه للروايه بقى بتاعتك كلمني عنها. الروايه امرأة غيرت مجرم. امرأة غيرت مجرم؟ اه امرأة غيرت مجرم. انا حبيت ان انا ايه دائما اقرا الروايات، في روايات كتيرة القارئ يطلع منها بطاقة سلبية. فانا قلت ليه ان انا ما اعملش حاجة القارئ يطلع منها يشعر بمعلومات، يستفيد من المعلومات اللي في الكتاب ويشعر براحة نفسية. يعني واحد كان هيبقى مجرم ويبقى قاتل وينحرف وتيجي واحدة امرأة وكان هو رسام، انا بتخيل الكاتب رسام والقصة بطل القصة رسام وكان منطوي ومنعزل عن الحياة، وكورونا السوق جرحه كتير وشاف بلاوي كتير في حياته، وليه مرات اب زي ما انا ليا مرات اب. فالست دي قالت له انت ليه بتهرب من الحياة بالخيال؟ ليه عايز تبقى مجرم؟ العمر ما القوة كانت في العضلات وضرب المطاوي والسكاكين والسنج، القوة في الفكر